الحاجة الباهية في النقطة هذه هو ظالم شوية السيستم هذا، ينجم يساعد الفرق الكبرى بما أنه هو يعني في الآخر بكل النظام هذي أشنية أهم الحاجات اللي يخدم عليها النظام هذي، أنه يساعد أنه مثلا نجم نشوفه 4 دربيات في موسم واحد دون احتساب مباريات الكأس، يعني هذه حاجة تنجم تقوي من المردود متاع الملعبية وتنجم تخلينا نشوفه روندمون كبير كما شفنا في آخر ديربي المستوى المتميز للزوز فرق، كذلك تنجم تخلينا دخل برشا فلوس للكيس نتاع الجمعيات. نعرفوا أن الجمعيات حاليا يعيشوا في أزمة مادية، دونك يشوفوا مقابلات كبيرة من نوع هذية نجم كان تنعش كيس الفرق خاصة الفرق الكبرى، وبطبيعة صحيح هي عندهم برشا فلوس أما زيت الخير ما في عندهم كما يقولوا. وكذلك نقطة أخرى، نعرفوا أن الفرق الكبرى تسافر برشا للإفريقيا بما أنه فما مسابقة القارية، وهو ما يعني المنظومة هذه تعملت راهو لتقليص عدد الجولات، حاجة من الحاجات تقلص في عدد الجولات باش نجم تلعب مرتاح اكثر في البطولات البرة القاريه بطبيعه، نحكيو على الكاف وعلى تشامبيونز ليغ الافريقيه، هذيا ينجم يساعدهم باش يتاقلموا باش يرتاحوا، لانه في الاخر بكل نشوفوا الفرق الكبرى فما عديد الاصابات للملاعبيه كي يلعبوا زوز وثلاثه مقابلات ما نجموش، الريتم ما نجمش يخلط، نحكيو على النسق بالنسبه للعب اللاعب يلزمه يرتاح، وهذيا السيستم يخدم بانه يساعد الفرق الكبرى لانه شكون اللي يمشي في الاخر بكل للمسابقات القارية. فما ممكن مرة بركة ولا اثنين فرق عملت معجزة كما الملعب الجيبسي إلى غير ذلك كانت مشاركة في الكاف وفي مسابقات مشابهة، لكن في الأخر بكل يخدم مصلحة الفرق الكبرى اللي هي عندها جمهورها كبير ونحيوه، لكن زادة من حق الفرق الصغرى أنتخي جيومي نحكيه على الناحية المادية مش حاجة أخرى باش ما ياخذوش الأمر بحاجة سيئة. صحيح يجبنا نوضحه راهو من حقهم باش يكونوا موجودين ومن حقهم باش يقلقوا أكثر الجمعيات الكبرى ويكونوا موجودين في الخريطة نتاع الموسم الرياضي بالنسبة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم.